الأب الروحي رئيس المهرجان الدكتور أشرف بكي. وعاوزة أشكر أخويا الكبير مدير المهرجان أستاذ سامح بسيوني. يعني أنا في لحظة صعبة، بس أنا متأكدة إن بابا مبسوط إن هو بيتكرم من المكان ده، مبسوط لأن هو فعلا كان بيحب دكتور أشرف وكان ما بيقولش عليه غير إن هو أخوه. شكرا.